نعمل قسم نسب يبقى للستات بس. فريتشارد مادن قال له مستحيل ان هيوافق مدير المستشفى. مادن قال له لكيتينج ان الشاب ده اشتغل تخدير معانا وهو بيفكر يعمل يبقى في قسم للنساء لوحده. فكيتينج قال له بص انا هفتح لك عياده للنساء والولاده لمده شهرين وحاجه بص عليك. لقيت العياده دي فيها عيانين نعمل اسم، ما فيهاش عيانين يبقى انت فاشل. واشتغلت عياده النساء وجا كيتينج مره بيمر لقى العياده زحمه جدا. وبعد الموقف ده حصل لكيتينج فلما لقى العياده زحمه بينده نجيب محفوظ اطلع عشان تبنج عيانك. قام قال له لا ما تطلعش، انت مكانك بقى هنا. اول ساينتفك بيبر انترناشنال طلعت من قسم النساء، قالت اللانست اتنشرت فيها مقاله تمام على ريفيو ا ييرز ورك ان جينيكولوجيكال ديبارتمنت ان قصر العيني مش القصر العيني. والاوثرز كان ريتشارد مادن عن محفوظ ام ان ام. لما نجحت عياده النساء قالوا طب نجيب اسم نساء منين؟ المستشفى ما فيهاش مكان. الست الجميله دي حرم ايفلين بارينج. مين ايفلين بارينج؟ لورد كرومر، دي مراته. لما توفت اصحابها حب يعملوا حاجه ذكرى ليها فعملوا ملجا للاطفال. فالملجا ده ثبت فشله. فقام كيتينج قال لنجيب انا هديلك المكان ده ويبقى قسم نساء بس عايزين رئيس للقسم. تم استدعاء سير روي دوبنز فروم روتاندا سكول كي يؤسس قسم النساء الاولاد. A chair was eventually created by Dr. Roy Dobbin. وتم افتتاح القسم 16 ديسمبر 1906. احفظوا التاريخ ده. 110 سنة. نجيب محفوظ وبيحتفل مع زمايله في القسم. الراجل ده خلف واحدة اسمها سميرة. سميرة خلفت سمير. سمير خلف يوسف سمير سميكا حفيد هذا الرجل. راجل مؤول وراجل مثابر وأسس أول متحف فور جينيكولوجي.